ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في خطبته للرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، بقايا من أهل العلم يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون به العمي ويردون انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فما أعظم أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. أو ما هذا معناه من خطبة الإمام أحمد الجيدة الجليلة؟